أستاذ محمود، اجتماع اليوم، اجتماع الذي عقد ظهر اليوم في مقر الأهلي في الشيخ زايد، برئاسة طبعا بحضور ورئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، لمناقشة الأمور الخاصة بمنظومة الأهلي الإعلامية والبحث عن آليات وسبل لتطوير قناة الأهلي خلال الفترة القادمة من حيث المحتوى ومن حيث كل الأدوات بتتيح للقناة تقديم أفضل خدمة إعلامية ممكنة. أهمية ده في التوقيت الحالي. لا، هو ممكن كان الاجتماع ده ممكن اتأخر بسبب الظروف اللي احنا فيها دي، لانه كان في مفروض طرح جديد بالنسبه لتقديم شكل مختلف داخل قناه النادي الاهلي من خلال تطوير كثير من الافكار والبرامج اللي هتم مناقشتها وتوفير الدعم الفني بالنسبه لها بصوره مختلفه، وانه كثير من الرؤى الجديده اللي هي حتى يعني بعد انطلاقها في 2008 اعتقد انه المرحله الجايه تتطلب كثير من تغيير الملامح، مش الأساسية لكن الملامح نحو مجابهة ما يحدث على الساحة الرياضية من في الفترة الماضية اللي احنا ممكن نتناولناها بشكل أو بآخر، قلت الشيء ويه الحقيقة وتصويرها بصورة غير جيدة، التطاول الكثير الزائد على النادي في ظل أنه النادي ما بيلجأش للرد على مثل هذه الأمور وبيترك الأمور لجمهوره وعنده القدرة على الرد والدفاع عنه بصورة أو بأخرى. فأعتقد أنه الاجتماع ده اجتماع مهم، هتبان نتائجه أكيد، هيبقى فيه يعني نتائجه على أرض الواقع خلال الأيام اللي جاية، على إيه شكل نوعية شكل التطوير هيبقى إزاي، وهيبقى إيه الجديد اللي هيضاف، كل ده أكيد هيبقى في صالح جمهور النادي الأهلي إن شاء الله. طيب،